وحنا كل ما تكون عندنا فرصه باش نتقربوا اكثر من المواطنين نستغلوها باش نعطيو لهم يعني الفرصه باش يكون قدام المنازل تاعهم قدام العمل تاعهم باش نلقحوهم وما يقولوناش باللي العيادات راهي مكتظة ولو عندنا 260 عياده اللي راهي مفتوحه في قطر ولايه الجزائر لهذه العمليه. تم اطلاق اليوم عمليه تلقيح على مستوى حي من احياء بلديه سيدي محمد المقطع الاداريه لسيدي محمد وهو حي محي الدين. تم اختيار هذا الحي لان الحي اهل بالسكان. على كل حال جينا يعني بسياره اسعاف طبيه، هناك طاقم طبي، هناك ممرض زانفيرمي، دونك يفون بروسيد يعني.